علم بلادي حامد يا علم بلادي احنا بنخاف شعبنا متمسك بالدفاع عن الأرض طبعا شعبنا يمارس كافة أشكال النضال وأحد هذا أحد هذه الأشكال الشكل القائم الآن على أرض بيت دجن بيت دجن الشجاعة رسالتنا رسالة مقاومة شعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان وغطرسة حكومة القتل والإرهاب على الأرض الفلسطينية مستمرين حتى دحر هذا المشروع وهزيمة حكومة الإرهاب حكومة القتل على الأرض الفلسطينية سيستمر الشعب الفلسطيني في دفاعه عن القدس والأقصى والمقدسات والأرض والحقوق حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.